السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي طلاب سينيور 2، معاكم مستر اسلام. دي اول سيشن معانا في فيزيكس سينيور 2 شابتر 1 ليسن 1. اول حاجة عندنا التايبس اوف موشن. فاحنا عندنا التايبس اوف موشن، يا اما اي ترانزيشنال موشن او بريودك موشن. اول حاجة عايزين نعرف الترانزيشنال موشن دي عبارة عن ايه. فترانزيشنال موشن دي عبارة عن موشن between two different points from start point to end point. المهم هي عبارة عن motion from A from start point to end point. طيب زي ايه مثلا؟ قالي عندي examples بتاعتنا، زي مثلا ممكن نقول عليها مثلا زي ال motion of car، او مثلا زي ايه ال projection motion. طيب لكن بالنسبة للبريودك موشن هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن موشن ريبيتد ريجولر ات ايكوال اماونت او ايكوال بيريود اوف تايم، يعني بتتكرر ايه بانتظام في نفس الايه الوقت. طيب ولكن بقى البريودك موشن دي في منها اكزامبلز كتير جدا، زي مثلا الايه، زي مثلا البندليوم، زي مثلا الموشن بتاعت السبرينج، زي مثلا الموشن بتاعت السترينج، زي مثلا السوينج، زي مثلا ايه التانينج فورك. كل دي اكزامبل للبريودك موشن. طيب احنا في شابتر 1 عايزين نعرف التايبس بتاعت بريودك موشن. قال لك البريودك موشن دي بقى في منها نوعين. النوع الاولاني اسمه ايه؟ ايسولاتري موشن. اسمه ايه؟ ايسولاتري موشن. اما النوع التاني هيكون اسمه ويف موشن. هيكون اسمه ايه؟ ويف موشن. يبقى انا دلوقتي عندي بريودك موشن، ايسولاتري موشن او ويف موشن. احنا هنبدأ بالايسولاتري موشن. وقال لي هي عبارة عن ايه؟ موشن موف اراوند ريست بوينت او اراوند فيكسد بوينت، او ممكن يقول لي ايه ات بوث سايدز of fixed point. يعني احنا عندنا هنا في نقطة ثابتة، والنقطة الثابتة ديت عمالين يتحركوا حواليها. طب ما تيجي نشوف كده زي ايه. قال لي مثلا احنا عندنا زي البندلم مثلا. فالبندلم ده مثلا بيبدأ مثلا ان في الاول كورة بالشكل ده كده اهو، والكورة ديت مثلا بيكون الأول في الريست بوزيشن بتاعها، وليكن قبل ما تتحرك خالص بالشكل اللي قدامنا ده كده اهو، هنسميها مثلا ايه ده كده الريست، ايه ده الريست بوينت. وبعد كده هتبدأ ان هي تعمل موف او تعمل ماكسيمم ديسبليسمنت، هيبقى بالشكل ده كده اهو، هتروح لأبعد مكان بالنسبة لها. فهنبدأ عايزين نتكلم هنا عن ايه، ان نوع الموشن هنا ايه. طبعا نوع الموشن هنا هتكون isolatory motion. ليه بقى isolatory motion؟ لان هي المفروض ايه move around the ايه move around the rest point، عمال تتحرك حوالين الريست بوينت. الريست بوينت بالنسبة لي هنا هي النقطة الأصلية اللي هي في النص، والبول اوف بندلم ديت عمال تعمل ايه move on both side of fixed point أو rest ايه أو rest point. طيب احنا عايزين دلوقتي نعرف ايه. هنتكلم على 3 types of energy، اللي هم مين؟ اللي هم ال potential energy وال kinetic energy وكمان مين؟ ال mechanical energy. عايزين نعرف كل حاجة فيهم، increase فين و decrease فين، بتبقى zero فين، بتبقى maximum فين، ده اللي احنا عايزين. ولكن الاول الروس بتاعت ال potential energy هي عبارة عن m جي اتش. طيب والكايناتيك انرجي هي هاف ماس في بار 2، اللي هي سبيد او فيلوسيتي بار 2.
اما الميكانيكال انرجي هي الصم بتاع البوتنشال انرجي بلس الكايناتيك انرجي ان سيم بوينت، لازم يكونوا الصم بتاعهم في نفس البوينت. طيب قال لك لو احنا عايزين نعرف البوتنشال والكينيتيك والميكانيكال هما اتشينج ازاي، هنلاقي ان القانون الاول بتاع البوتنشال انرجي في ماس، وطبعا الماس بتاعت البول عند A هي عند B هي عند C، فالموضوع هنا غير مختلف، فالماس بالنسبة لي غير مؤثر. ماشي. طيب وبالنسبة للجرافيتي برضك هتكون هي غير مؤثر، فبالتالي البوتنشال انرجي هي هتحصل لها اتشينجد by change the height. طيب بما اننا احنا هنا هنتحرك من A ونروح لحد B، فبالتالي واضح جدا ان ال height حصل له ايه increase، وكمان عند ال B ال height هنا بيكون maximum، ونفس الكلام لما ايه واحنا راجعين from B to A، واحنا راجعين من B ل A اللي حصل ان ال height حصل له ايه decrease، فبما ان ال height decrease فاكيد اللي احنا عرفناه ان ال potential energy بما انها هي affected by height فبالتالي هتتأثر بنفس التأثير، فهنروح نقول بقى ان ال height حصل له increase from A to B، وكمان ال potential energy هي كمان حصل لها increase. at B زي ما قلت ان ال height maximum، هقول كمان ان ال potential maximum، و from B to A والكورة بتقرب للريست بوينت زي ما الهايت كان بيحصل له ديكريس، فالبوتنشال انرجي كمان بيحصل لها ايه بيحصل لها ديكريس، ونفس الكلام لو اتحركنا from A to C. ولكن بما ان عند ال A الهايت ده بيبقى مينيمم ده اقل حاجة، فالبوتنشال انرجي هي كمان عند A هكون مينيمم فاليو. طيب تعالى كده نتكلم على الكايناتيك انرجي اللي هي هاف ماس في باور 2، نفس الكلام الماس غير مؤثره معايا، فبالتالي انا هتكلم على مين على الفيلوسيتي. تمام. قال لك فروم A تو B الفيلوسيتي، طبعا اي حاجه بتتحرك لفوق عارفين ان الفي بتاعتها الفيلوسيتي بيحصل لها ديكريس، فبالتالي الكايناتيك انرجي كمان هيحصل لها ايه هي كمان ديكريس، وبالتالي هتقعد ال velocity تقل from A to B لحد ما توصل عند B هتكون ال V بزيرو لأن مش هتقدر تتحرك أكتر من كده، فبالتالي كمان ال kinetic energy هتكون بكام بزيرو. ولكن واحنا راجعين from B to A هنلاقي إن ال velocity وال kinetic energy هما الاتنين بيحصل لهم increase لحد ما ال velocity وال kinetic energy يوصلوا عند A ويكونوا maximum value. فلاحظنا إن عندنا ال potential energy وال kinetic energy دايما بيكونوا ايه inverse relation، يبقى بالتالي عندنا هنا ال potential affected by height وال kinetic affected by velocity، وعرفنا كمان ان احنا ان ال potential هيكون عكس ال kinetic، فعايزين نعرف لو ال pole move away the rest point، لو عندنا ال pole of pendulum moves away rest point، كل ما تتحرك بعيد عن ال rest point زي كده من ال B ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان ال potential وال height increase وان ال velocity وال kinetic decrease. عرفت كمان ان at maximum displacement اللي هي مين ال maximum displacement عندنا هنا اللي هي النقطة B و C، هيبقى عندنا كل الحاجات دي هتحصل اللي هو مين اللي هيبقى عندنا ال potential وال height maximum وال velocity وال kinetic energy maximum. ولكن ايه واحنا ايه move near او toward the rest point، واحنا نتحرك ناحية ال rest point اللي بيحصل هنا ايه كل ما بنقرب هنلاقي بيحصل الحاجات دي ان ال height decrease وال potential decrease ولكن ال velocity وال kinetic increase هما العكس تماما، وهكذا اخر حاجة عايزين نعرف عند ال fixed point او rest point هيحصل ايه، فهيحصل ان ال kinetic وال velocity maximum وال potential maximum. فاضي حاجة واحدة بس، واحد يقول لي امال الميكانيكال انرجي هيحصل لها ايه، هقول له الكينيتيك سوري الميكانيكال انرجي هي هتكون ايه
constant ان اي at any point. في اي point هيكون الميكانيكال ايه constant اللي عمال يتغير معايا هو البوتنشال انرجي والكايناتيك انرجي. طيب عندنا اربع تعريفات عايزين نعرفهم. اول تعريف عندنا بيتكلم على الامبليتيود. ايه هو الامبليتيود؟ الامبليتيود دي عبارة عن ماكسيمم displacement، هي عبارة عن maximum ايه displacement. away rest point، away rest point او fixed ايه point. طب احنا عارفين عايزين نعرف الامبليتيود ديت عبارة عن ايه بالظبط. احنا هنا عندنا مثلا البندلم اهو، ايه ادي الحامل بتاعه وادي الوايرس بتاعه وادي البول بتاعته. هنا طبعا لسه عند الريست بوينت، هيبدأ طبعا ان هو يتحرك منين لمنين. مثلا هيروح لحد مثلا الايه الماكسيمم ايه ديسبليسمنت بتاعته. الماكسيمم ديسبليسمنت بتاعته كده، فبالتالي الحركة اللي اتحركها دي هي عبارة عن ماكسيمم ديسبليسمنت، هنسميها امبليتيود. هنسميها ايه؟ هنسميها امبليتيود. طيب الامبليتيود هنا فروم ايه وراح لحد مين؟ راح لحد بي. طيب من ال بي اسمها امبليتيود لانه مشى اقصى مسافة بعيد عن الريست بوينت، فاحنا هنسميه ماكسيمم ديسبليسمنت دي هنسميها ايه؟ امبليتيود. يبقى من ال بي اسمها ايه؟ امبليتيود. طيب واحد يقول لي طيب ما هو هي مش هتفضل واقفه هنا بس على طول، اما هتبدا يحصل لها ايه؟ هتبدا ترجع من بي لاي. هقول له يبقى هي كمان اسمها امبليتيود. طب واحد يقول لي طب ما هي كمان هتروح الناحيه الثانيه عند سي. هقول له يبقى عند سي كمان اسمها امبليتيود. طب وهترجع من سي لاي كمان، هقول له بردك اسمها ايه؟ امبليتيود. يبقى اذا انا عندي هنا من A ل B، فبالتالي الموشن from A B هي equal من B ل A، هي equal من A ل C، هي equal من C ل A. كل دول عبارة عن maximum displacement، كل واحدة فيهم اسمها ايه؟ amplitude. كل واحدة في الأربعة دول اسمها ايه؟ amplitude. طب تاني definition عايزين نتكلم عليه اسمه ايه؟ اسمه complete isolation. ال complete isolation ده عبارة عن كام amplitude؟ قال لي complete isolation عبارة عن 4 amplitude. يعني علشان البادي يعمل لفة كاملة او اهتزازة كاملة حوالين الريست بوينت لازم يكون عمل 4 amplitude. وهو في ال definition بتاعه بيقول لك ان لازم يعمل move around او باص باي فيكسد بوينت تو سكسيسيف تايمز ان ذا سيم دايركشن. يعني يعدي بنقطه واحده مرتين، ولكن لازم يعدي بالمرتين دول في نفس الاتجاه. فبالتالي احنا عندنا هم هيبقوا 4 لان هو بيعدي ايه في اتجاهين مختلفين، مرتين شمال ومرتين يمين. فبالتالي الكومبليت ايزوليشن هتكون عباره عن 4 امبليتيود. ولكن الامبليتيود والكومبليت ايزوليشن هما الاثنين بيتقاسوا يا بالسنتيمتر يا اما بيتقاسوا بالايه؟ يا بالمتر. فبالتالي لو هو حبينا مثلا ناخد اكزامبلز كده على الرسمه بتاعه البندلم ده كده، ومثلا اهو عمل لنا هنا بندليم اهو، وقال لي ان الديستنس من هنا لهنا عباره عن 5 سنتيمتر، فهو دلوقتي عايز الكومبليت ايسوليشن هتكون قد ايه بالظبط؟ هقول له طبعا احنا واخدين القانون هي عبارة عن 4 times الامبليتيود، فتبقى بالتالي 4 times 5 equal 20 سنتيمتر. يبقى بالتالي البادي ده زي ما عمل من مثلا دي A مثلا ودي B، زي ما عمل من ال B 5 سنتيمتر هيرجع كده كمان 5 سنتيمتر، وهيروح الناحية التانية مثلا عند C 5 سنتيمتر ويرجع تاني 5 سنتيمتر. فبالتالي هو هيعمل 20 سنتيمتر عشان يعمل 1 complete isolation. طيب مثلا ممكن لو جات لي الرسمة بالشكل ده كده وقال لي ادي الريست بوينت وادي مثلا التو بول بتاعه الماكسيمم ديسبليسمنت، وراح عامل لي السهم كده، قال لي ده على فكرة انت عندك من هنا لحد هنا الحتة دي كلها مثلا ب 8 سنتيمتر. فانا عايز اعرف منك حاجتين، عايز اعرف الامبليتيود كام، وعايز اعرف الكومبليت
isolation became. طبعا هي من هنا لهنا دي كام امبليتيود؟ اه تمام، دي كده عبارة عن تو امبليتيود، لان الامبليتيود المفروض مثلا لو دي ايه ودي بي وسي نفس الكلام اهو، من ايه لبي بس بعيد عن الريست بوينت بس دي امبليتيود، ومن سي لاي بس امبليتيود، فبالتالي دي 4 ودي بايه ودي 4، فالامبليتيود عندنا 4 سنتيمتر. ولكن بالنسبة للكمبيت ايسوليشن لازم ابدأ اعمل 4 تايمز الامبليتيود اللي هي 4 تطلع 16 سنتيمتر. طيب في عندنا رسمة تانية، تعال نشوفها كده مع بعض. دي الرسمة بتاعت السبرينج لما بيعمل ويف، فبيعمل ويف بالشكل ده. فاحنا عندنا هنا بصوا معايا كده، المكان ده الاول، مكان النقطة ديت هو عبارة عن الايه الريست بوينت، ده عبارة عن الريست بوينت، وهيبدأ طبعا البادي يعمل فايبريشن، فيبدأ يطلع في اعلى مكان، اعلى مكان ده هو اوي ريست بوينت، دي الماكسيمم ديسبليسمنت اوي ريست بوينت. فمثلا لو سمينا دي ايه وسمينا دي بي، ففروم اي تو بي دي اسمها ايه امبليتيود. فبعد كده هو هيضطر يرجع تاني from B to A، هيرجع هنا لحد A، from B to A برضك هيكون اسمها ايه amplitude تانية. طيب بعد كده هيبدأ يغير الدايركشن بتاعه وينزل لتحت يروح عند point C، from A to C برضك اسمها amplitude تالتة، وبعد كده يبدأ يرجع من C ل A، فمن C ل A دي هتكون كمان amplitude، فهتكون كده هو عمل complete isolation، لان complete isolation الواحدة بس اسمها ايه تمام هيكون اسمها او بتتكون من 4 amplitude. يبقى احنا عندنا نفس الكلام from A to B او من B ل A او من L C او من C ل A كمان مرة، كل ده اسمه ايه، كل ده اسمه amplitudes، ولو عملنا 4 amplitudes اسمها ايه، اسمها تمام complete isolation. يبقى اذا احنا عندنا complete isolation، لو عايز القانون بتاعها هو قانون سهل جدا، عبارة عن 4 times الـ A الـ amplitude. ولكن لو هو عايز يحسب الـ amplitude وانت معاك الـ complete isolation، فانت هتقول له complete isolation divided 4 تمام. طيب على الرسمة ديت لو حب يحسبها يحسبها ازاي؟ هيبدأ يحط لك هنا numbers، يقول لك مثلا 1 2 3، او ممكن يديك تحت negative 1 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 3، فبعد كده يبدأ يقول لك احسبها. فانت طبعا عارف ان الامبليتيود دي هي الماكسيمم ديسبليسمنت، تروح عند اعلى بوينت وتمشي قصادها كده اهو وتشوف النمبر يبقى كام، فتقول له ده معنى كده ان الامبليتيود هنا ايكوال 3 مثلا، على حسب بقى جنب الديسبليسمنت كاتب لك سنتيمتر ولا كاتب لك متر، هتبدأ تقول له اليونت سنتيمتر ولا متر، وممكن تاخدها من تحت بس هي مش هتكون بالنيجاتيف، ده النيجاتيف ده الاتجاه بتاعها بس، يعني لو حطيت لك ارقام تحت بس تقول له من هنا اهو بردك السي ديت هي عباره عن الماكسيمم ديسبليسمنت، فهي الامبليتيود، فتمشي قصاد منها تعرف كام. يعني الامبليتيود ديت هي عباره عن ايه؟ عباره عن الماكسيمم ديسبليسمنت او الريست بوينت. طيب احنا عايزين نبدا نعرف ازاي نعد النمبرز، يعني ايه ازاي نعد النمبرز؟ احنا زي ما احنا عرفنا من شوية ان احنا نقدر نحسب الامبليتيود وال كومبليت ايسوليشن، انا عايز اعرف اعد فيها كام كومبليت ايسوليشن، يعني الرسمة اللي قدامي دي فيها كام نمبر اوف كومبليت ايسوليشن. فاحنا من شوية قلنا ان الكومبليت ايسوليشن الواحدة فيها 4 امبليتيود تمام، فهي دلوقتي عايز اعرف من هنا لحد البوينت اللي انا عاملها دي بس كام، من هنا لهنا بس كام كومبليت ايسوليشن، وليكن دي مثلا ايه لحد مثلا ايه لحد مثلا بي، من ايه لبي بس دي النمبرز بتاع الكومبليت ايسوليشن، النمبرز انا بعدهم مش بقيسها كديستنس كام. فقال لك احنا دلوقتي عارفين ان هي المفروض يبقى فيها 4 امبليتيود، فيلا بينا نعد فيها كام امبليتيود. من اول ايه لحد هنا الاكس دي او النجمه دي كده امبليتيود، النجمة التانية دي كده عمل 2 امبليتيود، النجمة التالتة دي عمل 3 امبليتيود، النجمة الرابعة دي عمل 4 امبليتيود، فمن A ل B بس، من A ل B بس كده هي النمبر بتاعها كام؟
complete isolation هو 1 complete isolation، هو كام؟ 1 complete isolation. طيب تعالى نبدأ نعدها بطريقة تانية، نحط الرسمية تاني عندنا. أنا مثلا عاوز أعرف النمبر منين لمنين، عايز أعرف النمبر من أول A هنا لحد مثلا النقطة اللي أنا حطيتها دي مثلا هسميها زد، من ال زد كام؟ طيب ما تيجي نعد. تمام ماشي، يلا بينا نعد. المفروض إحنا هنعد من A أهو، نبدأ نعد كام امبليتيود عشان عايز أعرفها كنمبر ومش كديسبليسمنت، مش عايزها بالسنتيمتر والميتر، أنا عايزها النمبر يعني كام كومبليت ايزوليشن. فنبدأ نعد من ريست بوينت، من هنا راح للماكسيم ديسبليسمنت دي فبقت 1 امبليتيود، بعد كده رجع تاني فعمل 2 امبليتيود، فنزل تحت تاني بقى 3 امبليتيود، فوصل لحد هنا بقى 4 امبليتيود، ها هنا لحد هنا بقى 5، واخر حته لحد ما وصل 6 بقى كام؟ 6. طب دول كام نمبرز اوف امبليتيود؟ هم 6 امبليتيود. طيب يبقوا النمبر بتاع الكمبيوتر ايسوليشن المفروض فيها 4، ايوه تمام، فالنمبر هنا هيبقى 1.5، ففروم A تو Z النمبر بتاعها كام؟ 1.5. طيب الرسمة كلها بقى مين يقدر يقولي هتكون كام complete isolation؟ طيب ما تيجي نعد كده نقطة نقطة ونعرف بالمرة بقى. طيب احنا هنسميهم كده أرقام معينة، مثلا هنا هنسميها هنا هسميها إكس، وهنا هسميها واي، والنقطة دي هسميها زد، والنقطة الأخيرة دي هسميها دبليو. أنا عايز أعرف بقى من ال إكس كام كومبيت ايسوليشن، ومن ال واي كام كومبيت ايسوليشن، ومن ال زد كام كومبيت ايسوليشن، ومن ال دبليو كام كومبيت ايسوليشن. إحنا حسبنا من شوية من ال واي ديت كانت عبارة عن 1 complete isolation، ماشي، كان النمبر بتاعها 1 اللي هي كنا مسمينها فوق AB، وحسبنا لسه من شويه من LZ كان النمبر بتاعها 1.5. احنا عايزين نحسب بقى من LX، AX دي بس النمبر بتاعها كام؟ تمام، واحد يقول لي ده من هنا لحد هنا عمل 1 امبليتيود، لو وصل لحد X عمل 2 امبليتيود، وهي المفروض تبقى 4، فالنمبر هنا هيكون هاف او 0.5، هقول له كده تمام. طيب من A لحد W يلا نعد كام امبليتيود؟ ادي من هنا لهنا 1، من لحد اكس بقت 2، نزل تحت بقت 3، راح للواي بقى 4، طلع فوق خالص بقى 5، نزل لحد الزد بقى 6، نزل لحد الدبليو بقى كام؟ 7 امبليتيود. طيب والمفروض الواحده فيها كام؟ 4، فالمفروض انا اعمل 7 ديفايدد ايه 4، فتطلع لي 1.75، يبقى النمبر هنا 1.75. هيفيدني في ايه النمبر ده؟ هيفيدني ان انا ازاي احسب ايه البريودك تايم والفريكوانسي. الاول ايه هو البريودك تايم ده؟ قالك الاول ندي له اختصار تي كابيتال، وهو عبارة عن تايم اوفر نمبر. فالبريودك تايم ده لو حطيته في تريانجل كده هنحط فوق التايم السمول وهنا التايم الكابيتال والان. تعال الاول نعرف كل واحد اسمه ايه. التي سمول ده احنا بنسميه التوتال تايم، والان دي هي النمبر of complete isolation، عدد complete isolation، والتي ديت لسه قايلين عليها هي periodic time. لو حطيته بي تي كده عادي عشان ما اتلخبطش. طيب احنا من شويه عرفنا ازاي نبدا نحسب النمبرز. طيب والتايم التوتال تايم هو هيدولك، يبقى اذا نقدر نحسب periodic time. مين بقى هو periodic time ده؟ قال لك البريودك تايم ده هو التايم اوف 1 كومبليت ايزوليشن، هو التايم بتاع كام كومبليت ايزوليشن؟ بتاع 1 كومبليت ايزوليشن. يعني مثلا عندنا بالشكل ده كده بندليوم، والبندليوم ده هيبدا ادي الريست بوينت بتاعته اسمها ايه، بدا يروح لحد بي وبعد كده راح لحد ايه سي. قال لي من A لحد B بس الحتة ديت هي عبارة عن 5 سنتيمتر وعبارة عن 2 سكند، فأنا هنا عايز أحسب إيه؟ عايز أحسب الـ periodic time.
قال لك عشان تحسب البريودك تايم لازم يكون معاك حاجتين، تايم ونمبر. هتقول له ما انا معايا التايم اهو تحت عباره عن 2 سكند، ولكن النمبر كام؟ هتقولي النمبر كنا بنعدها من شويه على الرسمه بتاعه الويف او السبرينج. دلوقتي احنا هنعدها ازاي؟ بنفس الطريقه. هو من ال بي ده بس، من ال بي ده بس، هي مش عباره عن امبليتيود. عباره عن امبليتيود. طب والكومبليت ايسوليشن دي لازم يكون فيها 4 امبليتيود. فده واحد بس. اذا هتكون النمبر هنا بكام؟ بكوارتر. فاذا هعمل ديفايدد الكوارتر، هتطلع معايا كام؟ هتطلع معايا 8 سكند. واحد يقول لي معنى كده لو احنا نقدر نحط قانون تاني ونقول ان البريودك تايم ده بيساوي 4 تايمز التايم اوف امبليتيود. اقول له ينفع اعمل كده، لو انت معاك التايم بتاع الامبليتيود الواحده اعمله تايمز 4 على طول. طيب تعال نشوف مثال تاني على الرسمة بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها من شوية ديت. فانا لو قدامي الرسمة بالطريقة ديت بيبدأ مثلا يقول لي كاتب لي مثلا هنا تايم، كاتب لي مثلا هنا 2 وهنا 4 وهنا 6. انا كملت الرسمة لحد هنا تبقى 8. تمام، هو عايز ايه بقى هنا؟ هو عايز البريودك تايم كام؟ تقول لي عشان يعوز البريودك تايم انا محتاج التايم والنمبر واعملهم ديفايدد. اقول لك طب ما اول ما تلاقي رسمة شبه دي تبدأ تروح تجيب التايم والنمبر بتاعها على طول. التايم هتاخد آخر رقم خالص اللي هو بـ8، والنمبر النمبر هتعد كام ويف أو كام كومبليت ايسوليشن، وكل كومبليت ايسوليشن فيها 4 امبليتيود. يلا بينا نعد. أول حاجة أهو أنا النقطة أهي من هنا لهنا ده 1 امبليتيود، لحد هنا 2 امبليتيود، لحد هنا 3 امبليتيود، لحد هنا 4 امبليتيود. واحد يقول لي ما انا عرفتها خلاص بقى، هو دلوقتي طلع فوق ونزل، نزل تحت وطلع، عمل ايه؟ 1 كومبليت ايسوليشن. تمام، هي يا اما 4 امبليتيود يا اما زي ما احنا كده قلنا. طيب والناحيه الثانيه دي يا دوبك هي بالظبط قدها، ولكن نعدها كمان و 5 6 7 8، فبالتالي عمل 8 امبليتيود والكمبيوتر ايسوليشن فيها كام؟ فيها 4، فبالتالي النمبر كام؟ 2. يبقى اروح بقى احسب، يبقى 8 ديفايدد 2 ايكوال 4 سكند. طب واحد يقول لي انت مش من شويه قلت ايه؟ قلت ان البريودك تايم ده عباره عن ايه؟ البريودك تايم ده هو التايم اوف 1 كومبليت ايسوليشن، واحنا بنعد عرفنا 1 كومبليت ايسوليشن انتهت هنا عند 4. بما انها انتهت هنا عند 4 سكند فالتايم اهو 4 سكند، ليه اروح لحد ده؟ اقول له بردك دي معلومه صح مش غلط. طيب اخر عندنا ديفينيشن موجود اسمه ايه؟ فريكوانسي. الفريكوانسي ده علامته نيو. النيو دوت قال لك ايكوال النمبر اوفر تايم. ايه ده العكس تماما. اذا نقدر نحسب كل الحاجات بنفس الخطوه اللي فاتت. هو طبعا الميجرنج يونت بتاعته هيرتز او اختصارها اتش زد. طبعا يعني اقدر ارجع هنا تاني للرسمه اللي كانت موجوده من شويه دي واحسب كمان عليها الفريكوانسي. يبقى الفريكوانسي ايكوال ها نمبر اوفر تايم، واحنا جبنا النمبر ب2 وجبنا التايم ب8، تطلع 1 over 4 او تطلع 0.25 هرتز. طيب بعد ما طلعت 0.25 هرتز وجبت الفريكوانسي وجبت البريودك تايم، قال لك عشان تتاكد ان معلومتك صح لازم تعمل لهم مالتيبلاي، يعني تعمل البريودك تايم تايمز الفريكوانسي. فطبعا ده البريودك تايم كان طالع ب8 تايمز الفريكوانسي 0.25، هيطلع لازم الانسر معاك كام؟ 1. يبقى اذا المالتيبلاينج بتاع بيريودك تايم باي فريكوانسي ايكوال كام؟ ايكوال 1، ايكوال 1. طيب ولو رحنا رسمنا جراف ما بين الفريكوانسي والبيريودك تايم وعملناه بالشكل ده كده، قال لك عشان تجيب سلوب هنا بنقسم طبعا الواي اكس اللي هو الفريكوانسي اوفر البيريودك تايم، فطبعا هيطلع كام؟ هيطلع 1. هيطلع كام 1؟ ولو حب يحسب الثيتا هنا لازم الثيتا تطلع كام؟ 44. لازم يطلع 44. ليه؟
تعال نشوف بقى. قال لك دلوقتي احنا عندنا ان ايه البريودك تايم، ايه طبعا هنا 1 اوفر بريودك تايم ان هما انفرس ريليشن. ايه البريودك تايم هنا والفريكوانسي الرقم ما بينهم انفرس. يعني عشان نرسم الرسمه دي تاني اللي انا كنت راسمها فريكوانسي وبريودك تايم من غير ما اعمل 1 اوفر بريودك تايم كده، هتبقى العلاقه انفرس. انفرس يعني عامله بالشكل ده كده، ولكن انا حطيت 1 اوفر بريودك تايم هنا. طيب قال لك بالتالي انا اقدر اطلع قانون تاني ان الفريكوانسي هو اللي ايكوال نمبر على التايم، هو هيكون 1 اوفر بريودك تايم، او البريودك تايم هيكون ليه قانون تاني 1 اوفر فريكوانسي. يعني انا لو معايا الفريكوانسي على طول وحبيت اجيب البريودك تايم اقدر اشتغل بالقانون ده، ولو معايا البريودك تايم وعايز اجيب الفريكوانسي اقدر اشتغل بالقانون ده على طول. يعني لو انا عندي الفريكوانسي ايكوال 6 يبقى البريودك تايم 1 اوفر 6، لو انا عندي بريودك تايم مثلا بي 8 يبقى الفريكوانسي 1 اوفر 8 وهكذا. طيب تعالى كده نشوف بروبلمز على المواضيع دي. عندنا دوت سؤال بيبدأ يقول لي in the opposite figure show a person measuring his apple rate، بيبدأ يقيس النبض بتاعه that is found in 75 beats per minute. يبقى مديني النمبر بكام؟ 75، ومديني التايم بكام؟ 1 minute. احنا شغالش بالمينت اوتوماتيك، يبقى 60 سكند. هو عايز periodic time وعايز الفريكوانسي. ايه الفريكوانسي؟ هو القانون بتاعه number على time، فبالتالي هيكون 75 divided 60 هيطلع 1.25 هرتز. عايز هو periodic time، القانون بتاعه هيبقى time over number، time over number يبقى 60 over 75 تطلع 0.8 second. طب انا عايز اتأكد، اعمل 1.25 times 0.80 8 قصدي يطلع 1، يبقى انا كده حلل ايه؟ حلل صح. سؤال تاني، ايه السؤال اللي قدامنا ده؟ بيقول لي object graph represent relation between numbers of isolation and produced from an isolating resource and type. طيب عايز هو الفريكوانسي، احنا عشان نجيب الفريكوانسي محتاجين التايم، سوري number over time. طيب هبدأ طبعا بما انه straight line وبادئ من original position، خد اي point عندك ويمشي، خد النمبر بتاعها وخد التايم بتاعها، تطلع معايا 800 divided 40 تطلع بكام؟ او تطلع ب 20 هرتز. احنا هنختار. طيب سؤال تاني، السؤال اللي قدامنا دوت بيبدأ يقول لي ايه هنا؟ بيقول لي in the opposite a figure if the pendulum takes 1 second، مديني التايم هنا عندنا ب 1 second، وبيقول لي بس اتحرك من x ل y، بس محتاج النمبر من x ل y بس، من هنا لهنا بس عبارة عن amplitude، ومن هنا لهنا بس عبارة عن amplitude، فدول كام amplitude؟ 2 amplitude، فالنمبر بتاعها يبقى 2 over 4 لان الكمبيوتر سيشن الواحده فيها 4 يبقى بهوف، يبقى ال n هنا بهوف. ابدا بقى وعايز الفريكوانسي اللي هي عباره عن number over time، يعني عباره عن half over 1 بكام؟ بهوف، يبقى 0.85 هرتز. ايه السؤال اللي قدامنا ده؟ بيقول ان الريشيو ما بين البريودك تايم والفريكوانسي ايكوال 1 اوفر 625 سكند باور 2. انا عاوز النمبر، ده السؤال بيسالني عن النمبر ومديني التايم العادي ب 25 سكند. هبدا احسب له بقى ازاي؟ هو طبعا انا محتاج الفريكوانسي عشان ابدا احسب بالقانون ده. ايه طبعا هو مدي الفريكوانسي هنا بالباور 2، هبدا ابدا الفريكوانسي طبعا هنا بس باور 2، هاخد الروت بتاع 625 فيطلع ب 25 هرتز لانه حاططها لي بالباور 2. طيب وانا عندي القانون بتاعي بتاع الفريكوانسي هو عباره عن نمبر اوفر تايم، يعني لو انا عايز احسب النمبر يبقى فريكوانسي تايمز تايم، يبقى 25 تايمز 25 ايكوال كام؟ ايكوال 625 ايسوليشن. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله المرة الجاية نشوف فيديو لسن 2.